الحقن المجهري احنا كلنا عارفين انه بيحصل للست عشان مفيش انجاب. تمام. هل الحقن المجهري ده ممكن يبقى شرط من شروطه الاول ان حضرتك تشوف الزوج؟ ده مهم قوي. هو ده سؤال مهم قوي. لا دي مهمه قوي، لان هي مشكله كبيره قوي لما احنا في اول زياره لينا ويكونوا متاخرين للانجاب سنه او اتنين او تلاته، ونطلب تحليل للزوج سائل منوي. ليه؟ لان عندنا احنا المشكله ان الازواج بيربطوا ما بين الرجوله وما بين الانجاب. مجتمعنا كله، كل المجتمع. ايوه. هي حتى الزوجه نقول لها جوزك يعمل تحليل، تقول لي هو جوزي كويس. فهي يعني مش بتنفي المشكله عنده. يعني هو مهم قوي ان احنا الحياه الحميميه والجنسيه والكلام ده كله ده شيء، والرجوله والقوامه وتحمل المسؤوليه والكسب الحلال ده شيء تاني. فلما يبقى مشكله عند الزوج في الحركه او الحيوانات المنويه قليله، او انعدام الحيوانات المنويه، او تشوهات في الحيوانات المنويه، ده مفيش مشكله اطلاقا لا تنقص من رجولتك. طب يا فندم سؤال تاني عشان برضو فضل ولا حقيقه في العلم، هل ممكن يبقى الزوج يعني عشان الزوجه بتقول لا انا جوزي كويس جدا، هل ممكن الزوج يكون عنده من القدره الجنسيه يعني عادي لكن ما عندوش مثلا حيوانات منويه مثلا؟ بالظبط. ممكن؟ ده بنسميه صفر منوي. صفر منوي. صفر منوي، يعني سائل منوي بدون حيوانات منويه. يعني ده عباره عن سائل بروستاتا والحويصله المنويه والغدد بجوار المجرى البول. فسائل الحيوانات المنويه حضرتك بتصنع في الخصيه. ايوه. ودي يعني بتخزن في حاجه اسمها البربخ. اثناء عمليه الجماع بيبتدي ان يتحرك الحيوانات المنويه في مجرى الحبل المنوي في القناه القاذفه، ويدخل ساعتها بقى السائل المنوي اللي بتسبح فيه الحيوانات المنويه. تمام. عشان فالحيوانات المنويه بتبقى مخزنه. تمام. ده تمام. المصنع بتاعها. تمام. فساعات يبقى عندنا، لذلك احنا بنقول له ايه؟ امتنع عن زوجتك مثلا من يومين لاربع ايام. تمام. يفضل ما يكونش اقل من يومين. تمام. اقل من يومين ده حضرتك التحليل مش هيطلع كويس، لان هيبقى عدد قليل لكن حركه كويسه. تمام. واكتر من اربع ايام ده تخزين كتير، فعندك هيبقى عندك عدد كتير لكن الحركه ضعيفه. الزوج عنده المقدره ان هو يصنع كل يوم الخصيه دي تصنع له من 10 الى 30 مليون حيوان منوي. ويخزن. لذلك منظمه الصحه العالميه قالت والله دلوقتي عندنا في ارقام معينه وكريتيريا معينه مهمه قوي، عدد الحيوانات المنويه ما يقلش عن 15 مليون في الملي، والكميه كلها ما يقلش عدد الحيوانات المنويه عن 30 ل 40 مليون. لو كان اقل عدد الحيوانات المنويه عن النسبه العالميه عن 15 مليون، يعني 1 مليون تمام 500 الف، كده ما فيش انجاب، ده مش هيحصل انجاب طبيعي. ولذلك حتى لو خدوا علاج هو مش هيقدر يوصل للارقام ده. خد علاج شهر واتنين وسنه، لا ما تحاولش تاني، يعني انت خد خطوه لقدام. الحركه في مهمه قوي. الحركه ده هي بالنسبه لنا في السائل المنوي كله تكون حوالي 40%، الحركه السريعه تكون حوالي 32%. تمام. الحيوان المنوي النشيط يقدر يوصل للبويضه خلال 45 دقيقه، ساعة الا ربع. تمام. والبطيء بيصل الى البويضة في حوالي 12 ساعة. مهم جدا عندنا ان يصل بكفاءة عالية عشان يقدر يخصب هذه البويضة. 99% من الحيوانات المنوية بتفقد اثناء الرحلة في الجهاز التناسلي للزوجة. تمام. انا يهمني 1% ده يكون عندي العدد كويس قوي والكفاءة بتاعته، او ان في عنده تشوهات، تشوهات عالية جدا اكتر من 96% تشوهات، ده مشكلة لازم ان هو يلجأ، او مفيش حيوانات منوية خالص اللي بنسميه صفر المنوي. ده دواعي يلجأ. ده هو يعني كمان احب يعني اضيف لحضرتك المشكلة ده هيت في الحقن المجهري في بدايتها كانت للرجال. لا ثانية واحدة قبل ما حضرتك تقول لي، احنا عندنا اهو من فضلكم نصور